كل التحيات لكم وين ما كنتوا أصدقائي المشاهدين بلبنان الوطن العربي بكل أنحاء العالم اللي عم تتابعونا عبر محطة تلفزيون لبنان الفضائية. من لكم أهلا وسهلا فيكم وتحية طبعا للمواطنين في لبنان يلي متابعين ومواكبين على برنامج مشاكل وحلول. طبعا اليوم نحن رح نحكي بموضوع منقدر نقول يعتبر قيد المتابعة، ولكن كل من وجهة نظره تختلف عنده أطر المتابعة يلي هو بيتمنيها. البعض بيشوفها روتينية، البعض بيشوفها تعجيزية، والبعض الآخر بيشوفها حلم لن يتحقق. نحن اليوم عم نحكي عن النفايات في لبنان. طبعا واقع معالجة هذا الموضوع من المنتظر أن نرى الدخان الأبيض يتصاعد من السراي الحكومي بعد الزيارة اللي رح يقوم فيها معالي وزير الزراعة أكرم شهيب لدولة الرئيس تمام بيك سلام من أجل تسليمه واقع الحلول التي أجراها من خلال اللجان يلي استشار اللجان البيئية. طبعا بإطار برنامجنا لليوم ضيفنا رح نحاول من خلال استضافتنا له نسمع صوت معاناة أهل الشمال وتحديدا عكار في ظل ما حكي عن مساعدات رح تقدمها الحكومة اللبنانية مشكورة لمحافظة عكار، ولكن البعض ربط هذه المساعدات بإقامة مكب أو مطمر للنفايات في سرار عكار أو بأي منطقة تانية. طبعا في ظل رفض، في ظل متابعة، في ظل آراء متباينة مع ضيفنا لليوم رح نحكي، وأنا بحترم في موضوعيته لأنه بإطار المواكبة بيسعى دائما لحتى يكون هو وين ما كان. وقت يلي دعا رؤساء البلديات زملائه وحاول أنه يوصل صوت المعاناة، البعض منهم لبالوا الدعوة والبعض الآخر تمنع لأنه عنده حسابات سياسية إنجاز التعبير، لأنه الكل بيعرف وما رح طول عليكم أنه هذا الملف مرتبط بالواقع والتجاذبات السياسية بلبنان. ضيفنا مباشرة على الهواء رئيس بلدية بيت الحاج بقضاء عكار الشيخ عبد الرزاق الكيلاني. شيخنا أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. يعني ببداية اللقاء بدي أطلب منك تكون مثل ما أنت لحتى نقول آلية هذه المتابعة، ليش البعض بيرفضها وليش البعض الآخر بيقول لا؟ ناس بيقولوا مفترض أن تكون عكار الشريكة، لازم تأخذ واجباتها من حصتها بالإنماء ولكن لا يجب أن يفرض عليها شيء، بينما البعض الآخر بيشوف أنه هي فرصة مثل غيرها، فرص استثمارية فصل فيها ربح، فرص ممكن أن تكون ذات طابع إيجابي على عكار. من موقفك أنت اليوم واقع النفايات اللي رح نحكي عنه اليوم بتقول نعم أم لا لإقامة مطمر أو مكب إسرار؟ أولا بشكر استضافتك لنا. أهلا وسهلا فيك رئيس. ثانيا أولا أنا عكاري الجذور، لبناني الانتماء، أبتدأ في أمور كتير. النفايات لعكار نحن نرفضها قلبا وقالبا، ممنوع يكون في عكار الا باصول. خلي وجهه نظرك. وجهه نظري انا. كلهم بيقولوا ايه؟ وجهه نظر اكثر العكاريين. نعم. وعندي دليل على ذلك. عكار تعد هي 258 قريه، عفوا 400 قريه. ما شاء الله. نعم. 400 قريه يعني. فيها 258 بلديه. 400 قريه منها ممسوحه وهي غير ممسوحه. 258 قريه ممسوحه. مساحة العكار 748 كيلو متر مربع. في عكار أربع أنهر كبير، الخريبة، عرقة، البارد. البارد عليه محطة توليد كهرباء بتعطيه حوالي 16-17 ميجا وات، هلأ بحوالة انخفاض المياه. نحن ما عم نحكي بالتفاصيل بعدين موضوع النهر، عم بعطيك جمالية عكار حتى ليش بدي فوق بالتفاصيل شنو فايت. لا واصل جمالية الصورة اللي عم تحكي عنها لكل الناس اللي عم بيتابعونا. نعم. ولا نحن منقول عكار حرمان مباشرة؟ حرمان مقصود لعكار، تعامل بعنصرية تامة مع كل مع عكار بالنسبة للوطن اللبنان. بلشت على السقف. انا ما على شيء، بدي احكي كل صراحة. طيب بصراحة انا انسان ابن عكار ورئيس بلدية ومسؤول عن شعب هالمواطن، الصوت المواطن اللي اعطاني اياه. نعم. بدي احكي حقوق ووجع هالمواطن. بس في نواب كم من مسؤولين معك انت؟ جينا الشق السياسي من اخواننا النواب، مع احترامي الاخوان النواب، نعم، ما قدموا لشيء بالحقب الماضي الا شيء البسيط اليسير لعكار. الحقب الماضي يعني عم بتهرب الحاليين؟ الحاليين ما عم يشتغلوا شيء. شو اشتغلوا الحاليين؟ اعطيني واحد من احد النواب اشتغل. بيزعلوا منك يا ريت. يزعلوا اذا بيزعلوا، انا كلمه حق بقول لو كان وجه سلطان جائر. ما عندي ابدا تغير في الراي والكلام. بس اليوم الكل بيعرف انه الوضع السياسي بيشهد تجاذبات.
نحن في عكار انتخبنا كتلة نيابية سي 7 نواب. نعم، كتلة نواب المستقبل. نعم نعم، ونحن انتخبناها الشيخ سعد طلب من أهل عكار وأحبوه أهل عكار وعطوه الصوت وعطوه أكثر كتلة نيابية بالبرلمان هي عكار. لكن إذا أعطيتك أنا أكبر كتلة نيابية من حق عليك أن أنصب في مشاريع إن أي هي موضوعة بالأدراج ما عم يطلعوها من سنين وأزمان سابقة. يعني بدك إياها وحدة بوحدة أعطيتك؟ لا مش وحدة بوحدة، أعطيني أحلك شغلة. جبال لبنان مقسمة، نعم. عندك شرقية وغربية وشمالية، نعم. وجنوبية. نعم، عندنا جبال بعكار الأموعة، إذا بسهل الأموعة لوحده، نعم. 2242 متر ارتفاع. نعم مظبوط، أجمل سهل في لبنان. نعم، يعني أقل من قرن سودة بشيء بشيء، نعم. بسيط. أوكي. طيب ليش يكون عندنا بكسروين؟ عفوا، مع احترامي لكل أهل لبنان، بدك هي. أنا ليش عندنا بكسروين بيعالي بحمد الله الاصطياف وعندنا بعكار ممنوع الاصطياف؟ ليش؟ لأنه شعب العكادي إنسان مضحي للوطن. مين مانعه؟ هل السياسيين اللي عم يستلموا الحقيبات السياسيين المرئي؟ هقول لك ليش. رئيس، ليش عم تحمل السياسيين؟ انما في بعض يعني المناطق اللي انت ذكرتها، نعم. في رجال اعمال هن طيب. هن بيهجموا ليعملوا استثمار، حتى من الاشقاء العرب المواطنين هن بيجوا على البلد ليعملوا استثمارات. اذا بده يجي رجل الاعمال حتى يعمل استثمار عندنا بعكار، نعم. يا اخي يجي عند السياسي اول شيء، يجي على مجلس البناء والاعمار، اذا بده اي مشروع لعكار، نعم. هلا اذا انت عندك منطقه بتمشي بدون طريق، اذا عندك طريق، عندك طريق لهالمنطقه، كيف بده يمشي يوصل لعندك؟ ما في بنى تحتيه، ما في بنى تحتيه. اولا زين احكيك، خلينا نفوت بالتفاصيل. عملوا تلفريك؟ تلفريك يا ريت تكون عندنا تلفريك، عندنا منطقه سياحيه حلوه، عايز يطلع اجمل من منطقته لهون. اذا كنا بنعمل عندنا بعكار ان اعلى قمه اعلى. بعدين يا استاذي، اذا رجال الاعمال بيشتغلوا بعكار، انا واحد، ما انا رجل، انا رجل اعمال من رجال، نعم. الاعمال. اوكي، نحن بنضحي كل عكار ومعروفين سمعتنا شو نحن بعكار. نعم، انا مع اخواننا اكثرين بقول لك 70 80% من اهل عكار رافضين انه فيها تنزل على عكار. 70-80% بتتحمل مسؤولية اللي عم بتقوله؟ نعم. انت عم تحكي على الهواء؟ اي نوع على الهواء. 70-80% من اهل عكار بيرفضوا النفايات. نعم، يرفضوا النفايات لسبب، اطفالنا وابائنا امهاتنا اخواتنا حرام يشربوا هالسموم تنتقل من مكان الى مكان. بيروت غالية على قلوبنا كلياتنا. نعم، لكن تقسم قد ايه عدد سكان عكار في بيروت؟ قول 12%، نتحمل 12% اذا كانوا يفرضوا فرض على كل لبنان. نعم، قسموا على كل مكان قديش له في بيروت يتقسم على المسؤولية. اما وين بتجي على عكار نفايات قبل ما يكون هناك مصنع تدوير، مصنع تدوير معالجي، يعني قصدك معالجي، قبل ما تنزل نعم. اي قطعه محبه من نفايات بيكون مصنع تعالج قبل، يكون معالج بيتيا فرز مبدئي الى ان تنتهي الى مكان مصنع التدوير. طب شيخنا، بس البعض بيقول انه يعني قد يكون هذا الحل هو حل مبدئي، يعني بانتظار اتمام كل المناقصات وكل منطقه تعمل اللي عليها، يعني أنا قد يكون حل منطقي. احترامي للجميع، مؤقت احترامي للجميع، هذا حل مؤقت اصبح دائما مثل مطمر النعمه. اذا كان حل مؤقت صار مثل مطمر النعمه، ما بنعيد الكره، ندفع الثمن نحن بعكار. طب اليوم انتم نفاياتكم وين عم تروحوا فيها؟ نحن عندنا تتحمل عكار نفايات. يا اخي شو عم تعملوا فيها؟ عم تمروا، في عندنا معالجين مؤقته كل بلديه. انت كرئيس بلديه شو عم تعمل؟ نحن عندنا شركه الامانه العربيه هي بتستلم نفاياتنا، نعم. وهي بتمرها، هي بتفرزها، هي اللي بيدفع. نحن ندفع البلديه. انتم صندوق البلدي المستقل هو بيدفع؟ نحن ندفع بوجب عقود ولا انتم عقود رسمية مع الامين العربي بندفع كاتحاد بلدي؟ قديش عم تدفع كبلديه بالشهر؟ نحن بلديتنا بتدفع حوالي 18 مليون، بما صغير بلديتي نحن، لكن في غيرنا بياخذوا 100 مليون و150 مليون حسب عدد السكان والنطاق الجغرافي. بعدين حقيقة اكثر من هيك، اذا بتحكي بالمشاريع الانمائيه لعكا، اذا كان اجت رفعوا السقف اخواننا النواب مع احترامي لهم، انا كنت معهم، وانا وفي هناك شغلي شخصي شخصاني مع اخواننا. اذا بتدعيك لاجتماع جايك وزير يدعو الناس يلي ما بيجادلوا، يعني من جانب من طرف الداعي، اخي احد النواب دعا مثلا وزير لعنده، احد النواب، احد النواب دعا وزير معين برعبي، يعني معين او غير معين، كل اللي عم يدعو وزير الداخليه على راسي حاج معين خينا، لكن بقول بحكي بوضوح انا، نعم. يدعي كذا رئيس بلديه ولكن يستسلم منهم الناس اللي كلمتها، بعض الناس مستسلمة مع خبر الاجتماع. بتحب تسمع انت، بتحب يعني تسمع وتحكي نفس الوقت. انا بحب شارك، انا من حقي، نعم، كشارك انا عندي صوت بدي اقوله. انا طب انت على الهواء شو بدك تقول بصوت عالي؟ يسمعوا كل الناس، يسمعوا كل الناس. نحن نرفض النفايات قلبا وقالبا، ممنوع كل يعمل نفايات بعكار الا اسوة بكل لبنان. ثانيا رئيس، باسم، نعم. مين انت عم تقول نحن نرفض؟ عم تستعمل صيغة الجمع. انا مواطن عكاري، نعم. ورئيس بلدية مفعلية المجتمع العكاري، نعم. انا معي جمعيات، نعم، ومعي مواطنين ومعي بلديات،
ومعي اتحادات ورجال دين نعم من كل الطوائف نعم هذه كلها رغدة ما تكون نفيا بعكر وعندك ترجع للاجتماع اللي كان عندي في بيتي من كم شي كم يوم نعم يا أخي حقلك شغلة مش حرام نحن عكار نحن أمي أخذ استقلال لبنان بعد دولة لبنان الكبير صحيح ولا لا أخذ ضموا عكار لا لبنان طيب من يومتها بضل عكار متأخرة عصر الحجري كأنها بنغلاديش ونحن بين لبنان عندك الازدهار بكل المناطق ليه طب رئيس اليوم أنتوا كبلديات يعني كرؤساء بلديات وقت اللي بتكون تقدموا لتكونوا رؤساء بلديات شو المشاريع اللي بتفتكروا قد تحسن الواقع المعيشي الإنمائي بالمحافظة اللي هي محافظة اليوم شو عندك فكرة؟ المشاريع أولا نطالب بالمشاريع الأساسية الحياتية المجتمع المدني في لبنان نعم. بدك نجبنا جامعة بدنا مستشفيات نفتقر إلى الجامعة نعم نفتقر إلى المستشفيات نفتقر الى المصانع الاساسيه اللي الناس الموظفين تتوظف فيها نعم. نفتقر الى الاماكن السياحيه في اماكن سياحيه بس ما في مكان نعم. ما في دعم مالي لشغل الاماكن السياحيه ان شاء الله بصير اسمح لي اخذ اتصال رئيس وتابع معك معنا رئيس اتحاد بلديات الجومه بعكار المهندس سجي عطيه الو الو الله معك يعطيك العافيه اهلا الله يقويك كيف صحتكم استاذ سجي نحن اليوم عم نحكي عن اهميه متابعه ملف النفايات قديش مهم نقول انه واقع النفايات اللي نحن عم ينحكى انه عكار رح تستقبل قسم منا انت مع ولا ضد؟ والله الحقيقه انا عم اسمع المقابله مع الشيخ يعني صديقنا رئيس البلديه نعم ومثل ما قال نحن كل المنطقه مش والله في ناس قابلة مش كل الشعب الاكيري ضد النفايات نعم لانه في احساس بهيك استهداف بالكرامه وبالمعنويات المنطقه نعم مثل ما بتعرف عكار مقدم الشهداء مقدم الجيش اللبناني وهي صمام امان بهالبلد بالتالي غير مقبول انه نكون نحن مزبله هيدا محسومه قطعيا 100% مش 70% نعم. انا باكد على الموضوع نعم انما احساسا منا بهالمسؤوليه الوطنيين ومثل ما نحن كنا سباقين على طول بتقديم كل التضحيات نعم. لا مانع اسوى في المناطق إذا كان عندنا مكب بيئي ومعمل علمي وصحيح نعم. إن نحن ناخذ الحصة اللي تفضل عنا الشيخ إنه نتحمل جزء من أعباء إسوة ببقية المناطق اللبنانية نعم. لازم مشروط صحي وبيئي سليم نعم. ونقطة تانية أنا بدي أوضح على موضوع الإنماء والفضل والمعالي وزير الداخلية تفضل حقيقة معالي ما فرض علينا أي نفايات عم بيقول إذا في توافق عام وضمن الشروط البيئية والعلمية نحن فينا نتعاون حوياكم نعم. وموضوع الإنماء والمئة مليون مفصول كليا عن النفايات موضوع النفايات ما له علاقة هيدا حق لنا وهيدا دين على الدولة اللبنانية ونحن واجب الدولة تعمل كل أنواع الإنماء اللي حصلت بهالمنطقة وفعلا يمكن اليوم يعني كانت لفتة كريمة من وزير الداخلية وهذا المشنوع ومن تمام سلام والحكومة نعم بهالبراسين هيدي وان شاء الله يمشي الحال ونوصل على بلد الامان يعني البعض قال انه هذه المساله مساله حياه او موت فينا نعلي السقف ونقول مزبوط نوصل لهون هلا قلت لك مزبوط اذا كانت كل الكميات بدها تيجي لعنا على المنطقه نعم. بدون وضوح ومكب علمي اكيد هذا بنسبه كرامتنا مش حنقبل فيه ابدا يعني في شروط بيئيه علميه واسوة بقيه المناطق أنا بدي أشكرك المهندس سجي عطية رئيس اتحاد بلدية الجومة عكار أهلا وسهلا فيك شكرا أنا رجل سجي الرئيس خينا وحبيبنا نعم وحكى كلام منطقي يعني شفتك عم تطير يعني هيك ابتسمت لأنه على ورفع خدمة عيد اللي قال نحن بخدمة واحد الأمر هذا مهم نوجه له تحية لأنه استعماله بالواقع وهي مواقفه وطنية بامتياز طب بدي اقول يعني البعض قال انه عن هذه القضيه قضيه صفقات قضيه سمسرات البعض بحق له يحكي نحن بنقرا ولكن وقت اللي بدنا نوصل لحقائق موثقه مرتبطه بهذه المعاني ما عم نشوف ميدانيا شيء هين كثير انه نحكي بس ليش بدي اقول صفقه ليه بدي اقول سمسرات وانا ما شفت شيء اخشى ما اخشاه فيني احكي بكل صراحه وقال. اخشى ما اخشاه نعم على ال100 مليون ان تطير مثل ما طار سابقاته يعني هو عود كيف اصلا هل 100 مليون من حق عكار بدون اي مجاملات نعم ولا تربط بالنفايات ولا بغير النفايات من حدا هذا حق نعم حق العكار وفي الى غير اكثر من 100 مليون والى امور اكثر بكثير وشعب العكاري ضحاها سبقني وقال هو للجيش اللبناني القوى الامنيه لشهداء الجيش اكثر من هيك بيستاهلوا بعكار لكن ال100 مليون حتقسم اولا على الاستملاكات بيقول لك هقول لك شو حيصير اللي
هلا اذا قالوا بعد لنا 3 سنين 100 مليون حيجون ضمن 3 سنين يكونوا ضمن 3 سنين يكونوا لعكار. بكره بيقول لك والله استملكت الاستيراد العربي. بيقول لك استملكنا الاراضي راح من مقصم. استملكنا. نعم ودفعنا هون ودفعنا التوسعه ودفعنا الدراسات والى اخره. ترى المصريات والاستاذ العربي حل لك شغلين ملزمين فيه هن قبل 100 مليون لانه هذا الامر من زمان سابقا. شو جبيته الاستاذ العربي رجل؟ جبيته منطقه حيوي شريان حيوي لعكار اذا فتحوه وظبطوا لنا اياه صار فينا حيويه اكثر من اي منطقه في عكار استراد. شو عندك سياحه يعني. تعيش المناطق سياحيا برافو. تجاريا المائيا كل شيء بصير لكن الاستاذ العربي يا اخي صار له ال 54 والستينات مدروس ولحد الان ما كانه صار شيء. يوم مع النائب معين المرعي قدم حاول يستقيل دعانا دوله الرئيس السنيوره نعم وقعدت انا شخصيا معه هالحكي يسمعني وخي عزيز ونحترمه كلياتنا نعم دوله الرئيس كنا ومعه استاذ نبيل الجسر بالاسم بعطيك شو قال لك؟ كنا عم نحكي موضوع الاستيراد العربي يقول لك نرسل لكم 30 مليون لنبلش بالاستيراد العربي، هالحكي من سنتين ثلاث سنين 30 مليون نعم ما كان لا في 100 مليون ولا في هالامور هيك كلها. نحن جينا طلعنا مبسوطين وعدنا خير فصلهم يعني خير نعم قالوا نحن جاهزين حنبلشكم فيه ولا هذا ما كانه سمعنا حكي ما في دون فعل قولا لا فعلا. بعدين حكي اكثر من هيك انا لانه والاعمار مسؤول عليه مسؤوليه كبيره بهالامر ليه؟ عنده استثناءات للمناطق عنده امكانيات ليطبق كيف ما عنده حق لك شغله في مجاريع مرصد نعم. لمال نعم الهيئات المانحه عنده هو واستاذ نعم. نبيل قال لنا اياه موضوع محطات التكرير اشتغل بجرد القيطيع مشان هيك قلت انه مشاريع نعم صرف الصح نعم الادراج محطات التكرير جرد القيطيع كل رؤساء البلديات ورئيس اتحاد جرد القيطيع استاذ عبد الله ابن عمنا بيعرف هالشيء عم يشتغلوا فيها تبعت العبدي وين صارت؟ تبعت الدريب وين صارت؟ طلبنا فيها قلت كيف انت بتعمل خريطه حضرتك؟ وبتستثني نهر الاسطوان منا في تلوث فيه كيف ما في تلوث نهر الاسطوان؟ ما في كله تلوث عليه كل المشاكل فيه يا الله حرام والسماء السد والسمكيه فيه اكثر من اي نهر في كل عكار والاراضي جنبه العالم بتقتاد منا وبتعيش عليها يعني هالتلوث في نهر الاسطوان مأثر على السد والسمكيه حقلك لا ما في حدا عم ياكله سمك السمكه عم ياكلوه عم يتسمموا الناس ميت مجاري صرف صحي عليه غير هيك البعض الاخر البعض الاخر بيقول اذا في تسمم بيموت السمك ما الجرثوم اللي عم ياخذها السمكه فيروس ما بده فيروس جرثوم ما عم تضر السمك عم تضر الانسان من جلده من اكله ما في اجسام بتموتيها هالشيء في بعض الاجسام لا تقبل هالجرثومه في بعض الاجسام تتقبلها مو كل الناس بعدين انا من كم يوم اجاني شخص احد المواطنين قال لي يا ريس سبحت بالنهر رحت على المستشفى طلع لي حبوب بظهري طلع لي حبوب كلها بظهري رحت على المستشفى انا حكيت صارت معي شخصيا مع الناس طيب قلت له يا اخي سؤال سبحت بمكان ما بقلب النهر النهر كله عندك من در جنين لا تلعب بس كله طب بس. نحن بمقابله سابقه عملناها معك كمان كنت عم تحكي عن طلبنا من حدا سمعنا انا اقترح طب شو الماء والعمارة طلبنا تنظيف النهر منه 20,000 مرة نعم وبيقول لي ما في مصاري ما في ماء مشان هيك قلت انه بيوعدوك وعود مخملية ما لبسنا منها شيء مخملية بتنتهي بطريقة لو راحت علينا ما في شيء دغري بس تظهر بينسوا بتروح صدقني بتروح نحن معتبرينا سوزاج معتبرينا نحن بعكار يلا كلمتين لحظة ما معنا شيء بس حرد عليهم بكل صراحة قول اهل عكار انتفض العكاري ولا يعود الا له حقوقه بده اياها الحقوق الميتة من رؤساء الحكومات السابقين والحاليين والنواب السابقين والحاليين محسوبين عليكم علينا كلنا محترمون لكن اذا انا حملت مسؤوليه وامانه على رقبتي بدي اكون قد المسؤوليه او احملها ادع قدر المسؤوليه او اتركها لغيري لانه هذا المواطن العكري بيعطيك هالصوت انت مسؤول عنه بحقوقه يا اخي بدول العالم بيجي نائب ليطلع بالبرلمان ينتخبوه الشعب يعطي برنامج عمل الأربع سنوات يطلع فيها بعد أربع سنوات شو مثل البرنامج العمل عملت كذا وكذا 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 أنت قدمت كرئيس بلدية برنامج عمل؟ أنا كيف ما قدمت برنامج عمل إنمائيا قد إيه نفست منه 95% أنا برافو نعم ببلديتي طب نهر الأسطوان ما قدرت تشاركت مع الاتحاد أنا نهر الأسطوان حكينا مع الاتحاد مع أخونا رئيس الاتحاد والأعضاء مجلس الاتحاد حكينا في الموضوع هذا وقلنا له يا رئيس أحمد الشيخ خينا ورئيس عمر الحايك خينا نجاله تحية لرئيس عمر رئيس عمر نحترمه ونكله لكل رؤساء البلديه بلد الاسطوان كلياتهم عم يسعوا وعم يتعبوا لكن انا بقول هذا النهر مسؤوليه الجميع بيعتنا صغيره وسط النهر اذا كان
الدولة مطنشتنا لهالدرجة ومطنشينا، خلينا كبلديات نتعاون، كل ضيعة تعمل برك صرف صحي تكريم بكل ضيعتها وتنقل الصرف الصحي من ضيعة لضيعة تنزل للبحر لتحت تريحنا الناس، في محطة تكريم أخيرة تحت عند السهل، ساعتها بيصير نعمة لهالناس. أما إذا ما رفعنا الصوت ما قالنا حقوق، أنا شايف اللي بيسكت عن حقه ما قاله حقوق. وبعدين حقلك شغلة، ليش المشاريع يا أخي محافظة عكار من فضلك، هذه مهمة جدا، محافظة عكار طلعت محافظة، ساعات محافظ بيحترمه وبجله وزلز محترم، إجينا أحلى محافظ بالعالم. أستاذ عماد لبكي، نعم حبيب قلبنا، دخيل عينه كويس. من الإنسان من الإنسان متواضع، بيحب كل بيحب نعم. الإنماء نعم. نشيط. هل يا ترى بها من عقل وين نواب عكار؟ وين نواب عكار؟ للقضاء البترون يطلع له 14 مليون من موازنة الدولة، ولا عكار 5 ملايين، محافظة عكار هي 742 كيلو متر مربع. ليش عم تحمل النواب المسؤولية؟ لا الموازنة تطلع بالنواب عنده علم فيها، أما تطلع الموازنة كيف يوقع الموازنة؟ هالموازنة ما تطلع؟ ما بده موافقة مجلس النواب؟ رح تابع معك لأنه موضوع كثير مهم، بده ياخذ اتصال من نادين سابا رئيسة شبكة عكار للتنمية. من قال له ألو لنادين ومنتابع تنشوف بعد ريبورتاج عن التلوث بنهر الأسطوان. ألو؟ ألو يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيك. عم بتابع المقابلة معنا، بدي أسألك يعني اللي عم يحكي الرئيس فيه كثير من الوجع. 100% الوجع كلنا من شاطره. طب بهذه المرحلة اللي عم ينحكى فيها عن آلية لمعالجة النفايات عندكم أنتم بعكار، يعني كان واضح سجي عطية وقال لا لا لا، اليوم من خلال المتابعة الميدانية كمان ضيفنا رئيس بلدية كمان قال لا، كتار عم بيسعوا قدر المستطاع يعبروا عن مواقفهم بديمقراطية وبرقي. اليوم حضرتك انت مسؤولة عن شبكة عكار للتنمية، وين بتشوفي الغلط وين بتشوفي الصح بملف النفايات بعكار؟ اول شيء نحن عنا نفايات بعكار من عكار نعم. عم نفكر كيف بدنا نحلها، يعني اول شيء منبلش بمشاكلنا نعم. هيدي اول نقطة. ثاني نقطة نحن وضحنا قصة ربط النفايات مع الإنماء أو ربط الإنماء بأي ملف تاني نعم. عبرنا عنه وقلنا هذا أمر مرفوض، إنماء عكار هو حق وهو واجب على الدولة اللبنانية نعم. ومنرفض يكون في مقايدة لهالملف مع أي ملف آخر. ليش اعتبرتوها مقايدة نادين؟ ليه مقايدة؟ لأنه صار في كتير حديث بهالموضوع نعم. ويمكن لأنه نبحثوا سوا بذات الجلسة نعم. أو يمكن لأنه انطرحوا بذات الوقت، العالم كان عنده نوع من ربط لهيدول الملفين، بس نحن وضحنا أنه ما منقبل هيدا الشيء. وحسب معرفة أنه خلال جلسة مجلس الوزراء كمان بالمقررات نعم. ما ربطوه الاثنين، فنحن عم نرجع نشدد أنه مش مقبول ينرفض إن ربط الماء عكار بأي موضوع آخر. طب من خلال دورك انت كشبكه للتنميه نعم. يعني شو الامكانيات او شو التصور، شو هو البرنامج اللي قد يطرح لحتى يكون اليه لبدء الحل بهذه القضايا؟ ليش انا يلي بدي اقدم الطرح؟ حلو كلنا سوا نتشارك، يعني انا اذا عندي ممكن فكره ممكن اقدمها، الجمعيات البيئيه عندهم عم بيقدموا، كلنا سوا بدنا نتشارك ونعلي الصوت لحتى نقدم خبره افكارنا لحتى نقول هذه هي المشاركه وبعدين بنحمل المسؤوليه للي ما بيسمعنا. شو رايك؟ نحن بالنسبه لنا نعم. في عندنا امرين ما بنقبل وما بنقدر وما بنتصور انه يوم نوصل نحكي فيهم نعم. يلي هي البيئه وصحتنا نعم. هيدول اثنين مترابطين، وكلنا صرنا عم نسمع وعم نقرأ وعم نطلع أكثر على المدار يلي ممكن تنتج عن التمر العشوائي أو نعم. عن الكب العشوائي أو عن المعالجات العشوائية للنفايات. وبالتالي في هول شرفين واحد ما في ما يحيد عنهم. أنا ما بعتبر أنه نحن يلي لازم نقدم الحلول نعم. أنا ما بعتبر أنه نحن يلي لازم نكون عم نشتغل الشغل، أنا بعتبر نحن بمشاركة، بس بالنهاية كل شخص عنده مسؤوليته. يعني طبعا أنا من خلال يعني هذا الاتصال مع حضرتك يعني بتمنى أنه بمقابلة تانية نقدر نضوي على أهمية المشاريع يلي أنتم بتنفذوها كشبكة عكار للتنمية من أجل يوم أفضل. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك نادين. رئيس ما شاء الله أنت سريع بتسجيل الملاحظات نعم. والافكار. انت سالت سؤال ست اخت نادين نعم. ما هي بدك؟ احنا ما فينا نعطيك الحل، انت بتطرح الطرح. شو الطرح؟ نعم انا بعطيك الطرح.
الطرح ان يكون هي عم تتساءل انه ليش نحن بدنا نعبي. نعم عم اعطيك الطرح ان يكون هناك نعم فرز مبدئي منزلي للنفايات بده وقت يعمم على بده وقت لا يعمل مسؤوليه البلديات ليش نعم هي مسؤوليه البلديات انا كبلديه بفرض على مواطنيني بالضيعه تعملوا كذا 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 كل بلديه تقسم المسؤوليه اوكي وتعاد اموال البلديات الى اصحاب البلديه صرف اموال البلديات حتى تصير الفرز هيدي من ضمن خطه الوزير اكرم شهيب اللي راح يطرحها اليوم على رئيس الحكومه مثل ما قرانا معالي الوزير اكرم شهيب انا بعرف شو الموضوع هيدي راح حيطرحها حيطرحها هو ان نعم. ان يكون هناك ان شاء الله معمل سماد انتبه نعم. انا على شو حصير حيصير كومبوست يعني نعم نعم معمل نعم. نعم. سماد بالسهل ليساعد الناس فرز مبدئي بالبيت والنفايات الطعام حتكون معمل سماد مش ما في نفايات سامه احكيك شغلتين مهمين تفضل رئيس دولة الرئيس سمام سلام اعلى هرم بالسلطة نحترمه ونجله ورجل عم يتعب كتير والله يعينه ليه يا رب في 22 الشهر التقى في تركيا مع تركيا الله سهل امره والتقى مع رئيس وزراء تركيا على طلب منه مساعدته بنفايات انت عندك رصيد كبير بتركيا مش هيك عم تحكي طلب منه مساعدته ب لبنان حل مشكلة النفايات. نعم. بعد 29 شهر 11 ونص بالليل بيتصلوا بالسفارة اللبنانية بيجي يطلبوا السفير ومسؤولين عن الموضوع واجتمعوا مع لجان تركية مع وزراء حتى ما بيرضوا بتركيا يجتمعوا إلا يكونوا معهم بلدية اسطنبول يعني رئيس قسم التنظيفات ببلدية اسطنبول اجتمعوا على الاجتماع. نعم. اجتمعوا بالاجتماع وقرروا يساعدوا لبنان بحل مشكلة النفايات. ناطرين الرد من الحكومة اللبنانية 29 شهر لحد الآن ما أجى رد من الحكومة اللبنانية في هذا الأمر في مخطط تركي حاضر لمساعدة نعم الحكومة نعم اللبنانية نعم عرضوه على معالي إزعاد السفير في 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 تركيا نعم وقعدوا واجتمعوا هذا الأمر وصلت المعلومات لرئيس نعم الحكومة عندنا أكيد وصلت له نعم الخبر لما يطلع بتركيا لما يكون واصل أوكي بعدين هذا الأمر تركيا أنا عم أحكيك بإسطنبول معمل فرز النفايات بقلب إسطنبول بتزوره كانك عم تزور منتجع سياحي حلو الردم جاهز الفرز المبدئي بالمنزل متحضرين يعني ما في اي شيء بيودوا الكهرباء بيودوا الغاز ناس بتتوظف في وظائف دائمه في الموضوع هذا الناس عم الشعب التركي مرتاح اذا كان اسوه لغيرنا نحن اشتغلنا ما على شيء اذا كان عم تقول لي انه كيف الطرح الطرح بتساعد دول المنحه يا اخي تركيا جاهزه تساعدك وثانيا عندك هي بتعمل لك عندك مصانع الفرز هي بتعمل لك معمل التدوير معلش نتعب شوي ونأثر على حولنا شهادة رمال شوي وما بيكون عندنا سيارات شوي نعمل 10 مصنع تدوير 10 مصانع تدوير إذا هذا المسؤول على على المواطن ما فكر بمصلحته الشخصية لبنان بألف خير الهدر المال عندك 100 مليار عاجز من وين إجونا من يمنك أنا عم أدفع فاتورة الكهرباء فاتورتين حضرتك عم تدفع فاتورة الكهرباء فاتورتين بتجيك ساعة باليوم وأقصى حد 3 ساعات و4 ساعات مين المسؤول؟ خلينا نحكي بكل التفاصيل في هدر في هدر وفي بزارات عم تصير وفي سرقات عم تصير يا اخي بده يحاسبني يحاسبني انا محق يحكي كمواطن ما في وزاره ثم ما في وزاره ليش للمره الثانيه عم تستعمل كلمه سرقه هل حق لك شغلي ليش يا اخي شركه الكهرباء لما خصخصوها من خصصوها من زمان خصخصها ليش لغوها ما كنا مرتاحين انا سافرت ام سافر على 13 14 دوله يا اخي افقر دوله هي بنغلاديش بورما يلي فيها القتل والضرب كهرباء 24 فيها يعني ان شاء الله كل هذه المعطيات اللي عم تحكيها نحن نتوصل لايجابياتها خلينا نشوف سوا ريبورتاج رئيس انا وياك هلا من شوي حكيت عن التلوث بنهر الاسطوان وهالتلوث بعده قائم يعني بتمنى يعني من خلال الريبورتاج الاصدقاء اللي عم بيتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم ياخذوا فكره عن التلوث بنهر الاسطوان على امل ان يعالج باقصى سرعه هذا التلوث نشوف سوا أنا إلي 5 سنين ساكنة هون على نهر الأسوان وفي كتير أولاد لما بيجوا بيصبحوا بيمرضوا ومنهم ابني هديك السنة لما نصبح يعني أخذته على الحكيم مرتفع حرارته كتير قام قال لي إنه لا جرثومة ببطنه إنه سألني شو عم ياكل شو ما عم ياكل قلت له أنا ساكنة على نهر قال لي هاي هي يومتها ضلت شهر الحرارة من نزلت عنه يعني نحن اليوم على نهر مجرى نهر أسوان بعكار فعلا هذا النهر بينبع بعكار العتيقة وبيمتد لهالمنطقة وفي منطقة يعني بنعرف كلنا انه في 8 ضياع بهيدي المنطقة وفي اتحاد بلديات بس كما نشاهد وانت تشاهد انه اللي عم يحصل انه في المياه ملوثة
اكيد بدها بنى تحتيه، بدها صرف صحي، بدها شبكه صرف صحي. نحن نعرف انه في شبكات صحيه ما كملت الدوله، يعني عندك 6 محطات للصحيه لسه لهلا ما قاموا فيها. نهر الاسوان ثروه سمكيه من سنين سبقت وسبقت الاف الاجداد، من اجدادنا وابائنا كانت عايشين على خيرات هذا النهر. السمك منه سمك طيب، مياه عذبه، اراضي زراعيه خصبه، مورا هذه المياه تلوثت، مورا الصرف الصحي الذي ينهمر اكثر من المياه بالنهر على النهر. ثانيا هناك عنصريه سياسيه على عكار، على عكار وعلى نهر الاسوان بالذات، ما بيحبوا اهل عكار يكون عندهم حضاره وعندهم تقدم وازدهار. مناطقنا بحاجه الى تلاحم جده وصرخ صوت واحد بوجه كل انسان يحرم عكار من حقوقه. يعني نحن مثل ما بتعرف الحقيقه البلديات ما عندها الامكانيات، امكانياتها كثير ضعيفه، ونحن بالحقيقه وراجعنا كثير الوزارات المعنيه وكل الجهات المانحه، وتحديدا اللي هو المعني بالاولويه هو المجلس للماء والاعمار، وكان في منه اكثر من وعود. للاسف هذه الوعود كلها كانت هباء منثورا. يعني اكثر من مره راجعناه للاستاذ نبيل الجسر وكان بحضور مره من المرات كل بلديات عكار، وكان على كان رئيس سنيوره موجود، ووعدنا خلال اسبوع حتطلع ويعملوا الكشف، ونحن مقدمين دراسات من 97 ولا في اي تجاوب، في اهمال يبدو انه مستقصد. فعلا النهر بتمتع بثروات كبيره، ثروات طبيعيه الله وهبنا اياها، اللي هي السمكيه والرمليه والبحصيه الموجوده بقلبها، ملايين الاطنان من البحص والرمل الموجود طبيعي، والثروه الحرجيه الاشجار الموجوده فيه عمرها مئات السنين بتضل يبقى الانهار، وللاسف كلياتها هلا عم تتلوث من خلال الصرف الصحي. متابعين مشاكل وحدود الرئيس، بدنا نشكر همتك لانك انت ولعت الاجواء من خلال صراحتك. اسمح لي اخذ اتصال. معنا اتصال من عكار. الو 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 الو، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك، مين عم يحكي معنا؟ الو، معك وليد قاسم رئيس بلدية اعمار البركات. اهلا وسهلا فيك، بدي اطلب منك توطي صوت التلفزيون باختصار تقول لي شو عنا لانه ما في وقت. تفضل تفضل، وطي لي صوت التلفزيون بترجيك لاسمعك بشكل واضح. اوكي اوكي عم اسمعك. تفضل، شو رايك الرئيس تقول له؟ تفضل، شو عنا؟ عنا انا المتضرر اكثر ضررا بكل ضياع عكار. انا المكب موجود بمنطقتي، مكب نحن 16 بلدة. نعم، يعني عم نجهز حالنا للرحيل. نعم، نحن مش مع المكب الحالي الموجود بمنطقة سراح. نعم، نحن مش راضيين ابدا. انا مقدم شكوى الى سيادة محافظ عكار. شو اجواء الشكوى؟ الشكوى نحن ما بعبدنا شيء اسمه مكب الزالي بمنطقة سراح. نعم، مش رح ننطر الزالي في بيروت لتروح لعنا. نحن صار عندنا حوالي 200 بلدة. نعم، عم يكبوا زبالتهم عنا. يعني رح نصير نكب الزبالة بجميع الأحوال لا عكار. إن شاء الله من المنطقة هذا نحن ما بقى نحمل هذا المشروع. نعم، ما بقى فينا نفوت بهذا المشروع. يعني رئيس إن شاء الله يعني هالموضوع يلي أنت هلا لمحت له بخلال هذه الشكوى بنتوسع فيه معك بإطلالة لاحقة. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بعدك بالمتابعة رئيس. اللي عم نسمعه شو كان؟ كمان صرخة من صرخات المعاناة اللي أنت عبرت عنها. هلا بالنسبة عم أحكي صح، هو الأستاذ وليد رئيس. نعم، وليد قدم شكوى صحيحة بالمحافظة. بس نحن معه، لكن الشكوى كما أطمر إصرار هو زرو زمان ومعه حق، هو متضرر نطاق الجغرافي قريب منه كتير، إصرار قريب منه كتير. لكن هون بدي أحكي شغلة مهمة جدا، يعني بتمنى أنا على بتمنى على كل المسؤولين. نعم، ورؤساء بلد إخواننا هو معنا معه 100%. أوكي، بتمنى على كل المسؤولين أن يكون هناك مساومات على صحة المواطن العكير. رح أتوسع معك بهذه القضية رئيس، مهمة جدا. رح أتوسع معك، بس بدي أخذ بريك فاصل عليه ونرجع نتابع سوا. We'll be right back.
متابعين معكم مع ضيفنا رئيس بلدية بيت الحاج قضاء عكار الشيخ عبد الرزاق الكيلاني. شيخنا كنا عم نحكي نحن عن المساومات، يعني هيك باختصار شو فيك تمرق وليش مركز انت؟ انا بتمنى يعني بيمشي بشكوى او بدي انا اختي خطوة خط اوكي دفع عن منطقتي وعن بيئتي. نعم لو يجيني اي ضغط ما اتراجع الا بدي اتراجع باصول ان هالمنطقه تتغير الى احسن الى افضل. طيب. نعم بالحق وبالقانون. نعم. طب اليوم موضوع الكهرباء كمان انا بهمني الكهرباء عندنا اكبر خطر من النفايه. ليه؟ عندنا توتر متوسط. نعم مرتفع عن بعض البيوت عمرت بالاحداث. مين كان قبل الخطوط ولا البيوت لحقته؟ يا اخي بالاحداث اللبنانيه كان في خطوط بعدين عمرت الناس ما فيك تقول لما تعمر ما في دوله فيك تقول اطلع برا يا طيب. هد بيتك يعني فوق السطح حوالي متر ونص متر خطر عم كذا واحد عم يموت يعني مشكله. انا قدمت طلب للاستاذ كمال الحايك رسمي وعدني خير وان شاء الله نتامل منه خير من كل الامور بس شيء هن اربع وين ما اكثر من هيك اربع بس يشيلهم فوق البيوت بس يعني طيب. شو عن رئيس طبعا هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه كثير مهم موضوع النفايات عن مكبس ربع كاريا يعني لحتى نأيد اليوم في مؤيدين ومعارضين ولكن خلاصة مكب اسرار يختلف عن واقع ملف النفايات ككل بعكار اللي مكب اسرار بتعطيك مساحته حوالي 3 ملايين 800 الف متر مربع. نعم كبير. هلا العكار ما مستعمل منه الا 10,000 متر فاكثر هو بالجبنانجي اوكي ويد. يلا يكفي يطمر يكفي عكا روح يمكن الكوره عم تدب عنا هو ياخذ الكوره وعكار العمال العربيه اوكي إذا عم ياخذوا مكب إنه موضوع يعملوا فيه مصنع تدوير ممكن يعملوا مصنع تدوير لكن ليش هم يختاروا مكب إسرار هو بعيد لكن هلا في مساومات أكثر من هيك على أنه يكون مكب آخر أنا بيستبقى الأحداث حتى الناس تعرفها. نعم في أرض الحدود السورية اللبنانية نعم تسمى خربة الرمان مساحتها 1,850,000 متر تقريبا أو أقل أو أكثر عم يدرسوا الموضوع إنه يكون هناك مكب أملك عمي لا لشخص معين عايش برا البلد عم يسوي يشتروه منه ويدفعوا الثمن ويصير مكب استوعب النفايات هذا الأمر كان نرفضه لأنه أنا عملك بتاريخ سبت الهيل قبل هذا السبت في أحد الأشخاص طلع من جهة تانية للمكب وصوروا المكب وصوروا الأرض شو وما خفيا كان أعظم ولا نريد إلا الله إلا إصلاح عكار وانماء عكار ومحافظة على بيئة عكار ما بدي اكثر من هيك. خليني اشوف انا وياك رئيس اذا بتسمح ملف يعني عن مكب اسرار بعكار يلي هو بالواقع بين مؤيدين ومعارضين بنشوف الريبورتاج اصدقائي ومنتابع سوا. نحن حراك عكار منا مزبلة الكلمة واضحة عكار منا مزبلة سقف الحملة ممنوع تجي زبالة عكار تحت اي صيغة تحت اي طرح تحت 100 مليون دولار ملايين الدنيا هيدا حقنا بالانماء لا يقابل بالزباله ما في مواطن عكاري اليوم منهم سلم انه لانه جايبين الزباله جايبين الانماء بس انا اليوم بدي اوضح شغلي انه الموضوع بطل موضوع زباله وبطل موضوع نفايات ومطمر الموضوع صار موضوع حقوق وواجبات حقوقنا على الدوله وحقوق الدوله علينا نحن صرنا 30 سنه عم نقدم واجباتنا لهي الدوله وما عم ناخذ ولا حق من حقوقنا بدي اوجه كلمه لهالسلطه الفاسده بدي اقول لها بكلمتين احذروا الشعب الجائع اللي عم يتهمنا انا عوجع اول كلمه صغيره اللي عم يتهمنا موقوفنا مع اهل بيروت بانه هو رشوه وانه هو بعنا عكار كل واحد منا يسحب جماعته واهله من بيروت ساكنين بيروت ويجي من على عكار ونعمل كونتونات كل واحد بصف يقعد لوحده ماله على بالتاني اصلا هذا الكلام اللي عم ينحكى بالشارع هذا كلام ضعف المسؤول عليه ان يرى ويعلم ويحول هذا العلم الى راي ويناقش الجمهور بهذا الراي نحن وقوفنا مع بيروت اذا يعاد بيع وشراء فتبا لهم ولما يقولون لأن الرجال لا يستطيع أحدا أن يشتريها ولا يكون لها ثمن فعكار مشهورة ومعروفة وعكار لن تتخلى عن عاصمتها بيروت وتكون ضمن كونتون أو طرح فيدرالي مثل ما طرح البعض نحن لا نقبل بالفيدرالية وعندما نرفض أن نقف مع بيروت أصبحنا شبه فيدراليين الفيدرالية خط أحمر ونحن سنقف مع بيروت ضمن شروط ومواصفات اللي وضعناها نحن بيئية صحية عملية على الأرض بأسوة بباقي المناطق اللبنانية اللي هي بدها تكون جزء كمان من الحل رئيس خلاصة الكلام يعني عن واقع النفايات اليوم من خلال
مشاكل وحلول، كيف تشوف رح تكون حل هذه المشكلة؟ أنا حاكي شغلة، حل النفايات حيصير حل، يمكن معالي الوزير أكرم شهيب استلم المسؤولية بعد الأستاذ معالي الوزير محمد مشنوق، كلهم بحبهم بحترمون أنا جماعة عم يشتغلوا، بس في عندهم ضغوط. أوكي. يكون 24 رئيس جمهورية مشكلة. نعم. تمشي بأمور بالبلد إن شاء الله تنحل الأمور. يمكن يكون هناك مصنع للسماد العضوي، يمكن يمكن تنحل حسب شوف عندهم حلول. عضو حلول نحن يبنى على شيء مقتضى. بعكار أنا برأيي يعاد الأمر إلى البلديات وكل بلدية تحمل مسؤوليتها. ترتاحوا هيك؟ نعم نرتاح، نعم نرتاح. يعني تقريبا عم بتطبقوا اللامركزية بالنفاية. نعم. لا هي أصلا المفروض اتفاق الطائف ينص على اللامركزية إدارية. نعم. خلينا نمشي اتفاق يا أخي، خلينا اللامركزية، لا البلديات هي اللامركزية، هي كل واحدة مسؤولة عن نطاقة. نعم. حسب القانون صحيح، أنا كل بلدية مسؤولة عن نطاقة، نفايتها هي مسؤولة عن هالبلدية، وتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطن وعلى على 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 سر الحرية. شو تطلب من نواب عكار بالختام؟ نواب عكار أنا بدي منهم أن يتحدوا على كلمة واحدة، أن يحطوا أمام عيونهم مصلحة عكار قبل أنفسهم إن شاء الله، لأنه الشعب العكيري أعطاهم صوت وهني مسؤولين عن هالصوت، لأنه يوصلوا لجهات المسؤولة، لأنه وقت بيطلع أي شغلة لتقسم على لبنان يجب أن تنصب عكار في كل أمر. شيخنا انا بدي اشكرك بالختام، ان شاء الله دائما نحن وانت بنلتقي لما في مصلحه بيت الحج بقضاء عكار ومصلحه عكار ولبنان ككل. شكرا لك وشكرا لصراحتك يلي ممكن تعمل لك شويه مشاكل. نحن اهلا وسهلا فيك، نحن لا نخاف باذن الله العلي العظيم. شكرا سيدي، انا بشكركم اصدقائي وبشكر متابعتكم، بنلتقي معكم ان الله راد دائما باثار مشاكل وحلول على نيه ان نجد حلول لبعض المشاكل. الى اللقاء، باي باي.